السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معكم محمد كباكر من قناه كباكر تي في. يحيى عزام مع احمد نجم وكانوا بيتكلموا عن الفتاه اللي هو كان يحيى عزام بيكلمها وبيحكي لها تفاصيل عن حياته. وبعدين بنت كده بسنتين لما يحيى عزام اتشهر طلعت واتكلمت في الحوار وقالت انه كان بيتحرش بيا. والناس قالت احمد يا احمد يا نجم صاحبك بيتحرش بالبنات ما تطلع تتكلم عنه. طبعا احمد نجم جاب يحيى عزام اتكلم معاه في الحوار. ويعني لما انا شفت البودكاست او الحلقه الساعه ديت عجبتني. طبعا انا بحب احمد نجم لما بيجيب ناس يقعد يتكلم معاها زي مثلا ما كان جايبه مروح حلوه عجبتني. ف رساله ليايا يحيى عزام بقولها لنفسي دايما ما تفكرش في اللي جاي فكر في اللي جاي. انسى بقى فكر في اللي جاي بقى وشوف مستقبلك واللي فات فات واللي عدى عدى وتتجاوز اللي عدى باذن الله. والبت دي اتعملت كده عشان الشهره وعشان الترند. طبعا ما رضيتش تقول كده في الحلقه ولكن انا عادي بقول في حلقتي ان البت دي عملت كده عشان كده. وانا برضو احترمتك ان انت برضو ما رضيتش تقول اسمها وتشهر بيها. تسلم لنا لايك شير سبسكرايب شغل الجرس عشان كل خبر اللي تعرف اول باول. سلام.